تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته التعسفية التي منعت دخول أي من شاحنات المساعدات اليوم، خاصة الوقود. تلك الممارسات وتعنت الإسرائيلي يفاقم الأزمات الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية لازلنا نتابع معكم آخر التطورات من أمام بوابة معبر رفح البري من الجانب المصري. نتحدث عن الصورة اليوم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نستطيع أن نقول توقف للمساعدات من الجانب الإسرائيلي واستمرار القصف على الجانب الآخر في مدينة رفح الفلسطينية. هذه هي الصورة اليوم، وعلى الرغم من أننا في أيام يحتاج فيها أهالي قطاع غزة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية وخاصة المواد الغذائية، لازال الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق بمنع دخول المساعدات. اليوم لم يتم دخول أي من الشاحنات المساعدات الإنسانية سواء كانت الغذائية أو حتى الوقود، ولم يقبل الجانب الإسرائيلي في منفذ كرب أبو سالم دخول أي شاحنات اليوم. فقط ما دخل هو حتى مساء أمس، نتحدث عن دخول 100 شاحنة، تم عودة 19 شاحنة منهم بالإضافة إلى 4 شاحنات للغاز. وعلى الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن الهدنة التكتيكية التي تسمح لمرور المساعدات، لم يحدث هذا إطلاقا في ثاني أيام الإعلان عن هذه الهدنة التكتيكية، فلم تدخل المساعدات، بل على العكس نستمع إلى القصف المستمر منذ صباح هذا اليوم على الجانب الآخر في مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية وخاصة في المناطق الغربية. وبالتأكيد استمرار العمليات العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية أو بالقرب من منفذ كرم أبو سالم لا يؤمن دخول المساعدات التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، فبالتالي لازال الخناق مستمر بتضييق وصول أكبر عدد من المساعدات، في حين أيضا تفاقم الأوضاع الكارثية والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والتي تحدثت عنه منظمة الأونروا أن أكثر من 50,000 طفل يعانون من أمراض سوء التغذية. والأونروا اليوم أكدت أنه مكان أن غزة هو أخطر مكان في العالم لعمل عمال الإغاثة، وأكدت على أن هناك ما يقرب من 193 من العاملين في الأونروا تم قتلهم خلال هذه الفترة، هو أكبر عدد للقتلى في تاريخ الأمم المتحدة. إذن على الجانب الآخر صراع مستمر، وهنا في معبر رفح الجانب المصري يتم تجهيز عدد كبير من الشاحنات يوميا لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.